السلام عليكم. على مقربة من واقع الانتصارات الميدانية التي تحققها المقاومة في تعز ونهب، يأتي بيان سفراء الدول الـ18 بشأن اليمن الرافض لمحاولة الانقلابيين شرعنة انقلابهم، في تأكيد على وحدة الخطاب الدولي بخصوص ما يتعلق بالأزمة اليمنية. البيان الذي عبرت فيه مجموعة الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن عن قلقها البالغ بسبب الأعمال التي قامت بها عناصر من حزب المؤتمر الشعبي العام والحوثيين وأنصارهم، إذ قال البيان إن تلك الأعمال تجعل البحث عن حل سلمي أكثر صعوبة، وذلك نتيجة أفعالهم الأحادية وغير الدستورية في صنعاء. بيان سفراء الدول الـ18 الذي يعيد التأكيد على المرجعيات الأساسية لحل القضية اليمنية أوضح أن أعمال الانقلابيين لا تفيد في سوى المزيد من الانقسامات في اليمن، ولن تعالج مشاكله السياسية والاقتصادية والأمنية التي تسبب هذه المعاناة المنتشرة في أرجاء البلاد. وأكد البيان دعوة الدول الـ18 مجددا لجميع الأطراف للتنفيذ الفوري لوقف القتال. في السياق ذاته، أكد نائب وزير خارجية روسيا أن الإجراءات الأحادية الجانب التي لجأ إليها الانقلابيون لا تتوافق مع متطلبات السلام، وأن ما يسمى بالمجلس السياسي هو تصرف أحادي الجانب لا تعترف به روسيا. حول المواقف الدولية من الأحداث الأخيرة في اليمن، ستكون حلقتنا لهذا المساء لمناقشة تداعيات هذه المواقف وأثرها. نبدأ حوارنا بعد هذا التقرير. يمضي تحالف الانقلاب بخيارات ليس من بينها العملية السياسية في البلد حتى وان ارتدت ثوب السياسة، لكنها امتداد لتلك الخيارات التي مزقت ثوب العملية السياسية ليلة سقوط الدولة والجمهورية. عيون المجتمع الدولي والإقليمي، في مقدمتها الدول الـ18، كانت تترقب عن كثب أعمال صالح قبل توقيع المبادرة وبعدها، قبل الانقلاب وبعده، قبل المشاورات وبعدها أيضا. وفي اللحظة السياسية الراهنة، قالت الدول الـ18 موقفها بالغ الوضوح، وهي تعبر في بيانها عن القلق مجددا من الأعمال التي قامت بها عناصر من المؤتمر الشعبي والحوثيين وأنصارهم، تجعل البحث عن حل سلمي أكثر صعوبة، وذلك نتيجة قيامهم بأعمال أحادية وغير دستورية، كما جاء في البيان الذي أكد على أن تلك الأعمال تخلق المزيد من الانقسامات ولن تعالج مشاكل اليمن السياسية والاقتصادية والأمنية، مؤكدة في ذات البيان على الالتزام بالمرجعيات الأساسية المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة بما فيها القرار 2216. تلك البيانات والمواقف الإقليمية والدولية التي تعمل على دعم الحلول السلمية في البلاد يقابلها صالح بذات الأسلوب قبيل توقيع المبادرة الخليجية. يكرر المخلوع ذات المشهد في حشد جنده إلى الميدان الذي يقع بالقرب من مخدعه السابق الذي انتزعه الشعب من بين مخالبه، ذات الحشود التي كان يستدعيها بغرض مواجهة ثورة الشعب في فبراير التي ثارت ضد اختزال دولة الشعب في العائلة وجمهورية الشعب بآل صالح وجمعية الصالح وجامع الصالح، حتى غدت الجمهورية لافتة ظاهرها اليمن والشعب ومضمونها الفرد والأسرة. وكذلك ميدان الـ70 الذي كان رمزا مكانيا للجمهورية أصبح محوى لجماهير معصوبة العقل والعينين، مرغمة على أن تهتف ضد مصالح اليمن ومستقبله أيضا. مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا عبر سكايب الدكتور أحمد الدبعي الأكاديمي بجامعة أدنبرا نابير من اسكتلندا، وسيكون معه أيضا آخرون عبر الهاتف. مساء الخير دكتور أحمد. مساء النور دكتور أحمد. بيان مجموعة السفراء 18 بشأن اليمن حمل مجموعة من المضامين، حدثنا عن أبرزها. أولا اسمحوا لي أن الشعب اليمني على صموده على المقاومة والجيش الوطني في اليمن. ثانيا، بالنسبة للمجتمع الدولي، أتابع منذ فترة خطوات المجتمع الدولي الحثيثة لحل الإشكال اليمني أو المشكلة اليمنية بالطريقة السلمية، منذ المبعوث الدولي السابق بن عمار ثم بن ولد الشيخ، وأعتقد أن هناك تطورات كثيرة الآن وفهم أعمق للمجتمع الدولي بالنسبة للأزمة اليمنية. ولو أنني ألاحظ ما زلت أن المجتمع الدولي يتعامل في غاية اللطف
في بياناته مع الانقلابيين في اليمن. نعم، من أي ناحية إذن هو تجد أن هناك تطورات وفهم أعمق لما يحدث في اليمن؟ بدأت الأطراف الدولية تشير بإصبع الاتهام للطرف الانقلابيين ولو على استحياء، حيث قالت في البيان الأخير أن ما قام به الانقلابيون في صنعاء بتشكيلها من المجلس السياسي وحادي الجانب هو إعاقة للمسار السياسي، وهذا يعني واضح، ولو أننا كنا نطمح بإدانة هذا بشكل أقوى، لأن الطرف الحكومي قد على حد علمي قد وقع على المبادرة الأممية وتلكأ أو رفض الطرف الآخر التوقيع. نعم، طيب دكتور أحمد، ما هي الرسالة التي حملها البيان برأيك؟ الرسالة أعتقد أنها هامة جدا، لأنها وضعت الأمور في نصابها الصحيح، بحيث أنها جعلت الطرف الدولي يشير بشكل واضح للمعرقل للمسار السياسي في اليمن. وأعتقد أن هناك تطورات ستحصل في هذا المجال، أعتقد أن الطرف الدولي سيتكلم بشكل أكثر وضوحا في الأيام القادمة، بما يساهم في حل أو وضع الأمور أو النقاط على الحروف في الشأن اليمني، بحيث أننا نكون أمام صورة مكتملة، بحيث أن هناك طرف يرفض المسار السياسي ويلوف ويدور عبر إجراءات تعيق هذا المسار السياسي وتجعل مسار الحرب هو المسار الوحيد. طيب دكتور، يعني إذن هل نستطيع القول أن هناك إجماع دولي لرفض الأعمال التي يقوم بها الطرف الانقلابي في صنعاء؟ أنا أتابع الشأن الدولي، أتابع الصحافة الدولية، هم متفهمين للوضع في اليمن إلى حد ما، وليس متفهمين بشكل كبير، لكن نعم الطرف الدولي الآن أصبح يعلم بشكل واضح أن المعرقل للمسار السياسي في اليمن هو علي عبد الله صالح بشكل محدد. هذا الرجل يعني نتمنى أن يختفي من المشهد السياسي اليمني، لأن وجوده على طاولة السياسة اليمنية سوف ترهق الشعب اليمني والمجتمع الدولي على حد سواء. نعم، إذن دكتور، يعني أنت تحدثت أن هناك يعني الرسائل لم تكن بالقوة أو لم يكن هناك وضوح في مسألة يعني إدانة مثل هذه الأعمال التي يقوم بها الانقلابيون، برأيك ما هو سر هذا التردد الدولي في هذا الجانب؟ يعني لماذا حتى الآن هناك خطوط حمراء للانتصار للحل العسكري ومحاولة الدفع بالحل السياسي الذي يثبت فشله مرة بعد أخرى؟ عندما نشاهد بشكل سياسي دقيق تدخلات المجتمع الدولي في أزمات دول العالم الثالث، لا نجد أن هناك أزمة حلت بشكل سياسي عبر الأمم المتحدة، لنكن يعني واضحين في هذا الشأن، ابتداء بالأزمة الفلسطينية أو المشكلة الفلسطينية والقضية الفلسطينية، ثم الصومالية والعراقية والسورية وما إلى والليبيا، وذلك السبب باعتقادي أن الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي ليس له رؤية واضحة لحل أي مشكلة، أو هناك اتفاق واضح أو خريطة طريق واضحة المعالم لحل أي مشكلة بشكل واضح. نعم. وهناك تداخل لمصالح هذه الدول أو هذا المجتمع الدولي المتعدد الأقطاب، وينقل هذه التداخلات الطاولة السياسية التي يحاول أن يقدم لها حلولا. نعم. هذا هو الخلط بين المصالح وبين ايضا ملف مكافحه الارهاب بطريقه انتقائيه وتجاوز لاراده الشعوب في حد ما، هو ما جعل المجتمع الدولي يتلكى او لا يستطيع تقديم حلول ويفصل في تلك الحلول في هذه المجتمعات. نعم، إذا اسمح لنا دكتور أحمد أن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ ياسر الحسني، صحفي برئاسة الجمهورية من الرياض. مساء الخير أستاذ ياسر. مساء النور عليك. أهلا بك أستاذ ياسر، ما هي قراءتك لمضمون بيان الدول الثمانية عشرة؟ ما هو الجديد الذي أتى به برأيك؟ بيان الدول أو صفراء الدول 18 يؤكد مجددا دعمه للشرعية، ويؤكد مجددا على دعم سفراء الدول 18 والعالم على خيارات السلام ورفض الخيارات الانقلابيه التي تقوم بها ميليشيا الحوثي والمقلوع صالح. يعني بالتاكيد هذا البيان سيدعم موقف الشرعيه المعذره امام المجتمع الدولي وامام الشعب اليمني في مواصله
فرض القرار الأممي بكل الخيارات، لأن الميليشيا الانقلابية أثبتت للعالم وأثبتت للشعب اليمني بأنها غير جادة للسلام، خصوصا مع الخطوات التي قامت بها بشكل انفرادي في العاصمة صنعاء، خصوصا مع استمرار العملية السياسية والعملية المشاورات السياسية. والميليشيا الانقلابية تقوم بخطوات خارج إطار مرجعية الأمم المتحدة وخارج إطار ما يتم الاتفاق عليه في مشاورات الكويت ومشاورات فيين ومشاورات سويسرا. بالتأكيد هذا البيان يعني سيساهم في دعم الشرعية سياسيا وعسكريا حتى. نعم، لنتوقف عند هذه النقطة أستاذ ياسر، كيف يمكن له أن يدعم موقف الشرعية عسكريا وهو الذي يتحدث بلغة سياسية ولم يصرح يعني باتخاذ موقف جاد أمام هذه العراقيل التي يتحدث عنها مرة بعد أخرى للإنقلابيين؟ بالتأكيد هو موقف سياسي، لكن الموقف السياسي سيقوي المسار العسكري الذي تتخذه الحكومة الشرعية، خصوصا أن الحكومة الشرعية قدمت كل التنازلات في سبيل إنجاح العملية السياسية. قبلت بالرؤية التي قدمتها الأمم المتحدة للحل في السلام، بينما الطرف الآخر رفض. قبلت بالإطار العام الذي قدم في المشاورات الكويت السابقة ورفض الوفد الانقلابي. قبلت بالنقاط الخمس أو إجراءات بناء الثقة التي تم الاتفاق عليها في مشاورة جنيف فيين وتم الانقلاب عليها من الطرف الآخر. كل الفرص التي وكل الرؤى والمقترحات التي قدمتها الأمم المتحدة للحل السياسي في اليمن قبلت بها الحكومة الشرعية، بينما الطرف الآخر رفض. فبالتأكيد سيتم قراءة بيان الحلفاء أو سفراء الدول 18 من زاوية أنه دعم الحكومة الشرعية في فرض المسارات الأخرى، لأن المسار السياسي يعني إلى الآن تفشله الميليشيا الانقلابية في كل الجولات والمشاورات. بالتأكيد هذا سيسهم في علل الحكومة الشرعية أن تلتقط هذا البيان في استمرار عملية فرض السلام في القوة واستعادة مؤسسة الدولة وإنهاء الفوضى والانقلاب الذي تسبب به هذه الميليشيات الانقلابية التي تتمرد على الشرعية اليمنية وعلى الشرعية الدولية. نعم، لو انتقلنا أستاذ ياسر لبعض المواقف الدولية أيضا التي تساند الشرعية، ربما كان لقاء رئيس الوزراء بنائب وزير خارجية روسيا نقطة مهمة، ما طبيعة هذا اللقاء وكيف قرأت الموقف الروسي من دعم الشرعية اليمنية؟ الموقف الروسي يعني يحسب لروسيا بأنها واقفة أو وقفت مع الشرعية منذ البداية. قد يكون لها بعض التحفظات على بعض الإجراءات أو بعض الأمور التي تجري في كواليس المشاورات، ولكن هذا الموقف اليوم يؤكد بأن العالم كله حتى بما في ذلك روسيا في صف الحكومة الشرعية. كان الانقلابيين يؤملون في موقف روسي، ومن خلال الحفل الذي أقاموه في صنعاء أثناء مراسيم ما يسمى بالمجلس السياسي، وكان هناك تصريح من الممثل القنصلي في السفارة الروسية بصنعاء، وتم نفي هذا التصريح. اليوم وكيل أو نائب وزير الخارجية الروسي يؤكد بنفسه بأنه مع الشرعية وبأن روسيا لا تقف أبدا مع الانقلابات، وأنها تؤيد القرار الأممي 2216 وأنها تؤيد الحكومة الشرعية وأنها مع وحدة اليمن ومع فرض السلام ومع الحكومة الشرعية في كل الإجراءات التي تتخذها. هذا الموقف الروسي بالتأكيد سيضيف دعما جديدا للحكومة الشرعية. حقيقة الحكومة الشرعية تحقق انتصارات سياسية كبيرة هذه الأسابيع، بالإضافة للانتصارات العسكرية على الأرض. يعني قد استطاعت الحكومة الشرعية جر قوات الميليشيا الانقلابية كلها إلى نهن وضربت بقوة في تعز. اليوم الحكومة الشرعية تحقق انتصارات سياسية وتحقق انتصارات عسكرية في آن واحد معا، ومن المفترض أن تفعل الجانب العسكري خصوصا مع هذا الدعم الدولي اللامحدود، خصوصا يعني مع توافد الدعم الروسي ودعم سفراء الدول 18. يؤكد بأن الحكومة الشرعية في الجبهة السياسية تحقق نجاحات كبيرة، وأيضا على الجانب العسكري يعني تحقق أيضا نجاحات، ولكن ينبغي أن تفعل المسار العسكري بشكل أكبر خصوصا مع هذا الدعم الدولي الكبير للحكومة الشرعية في فرض خيارة السلام والسعادة ومؤسسة الدولة. نعم، إذن يعني تحدثت أنهم الانقلابيون كانوا يؤملون من الموقف الروسي وجاء البيان ربما مخالفا لهذه الآمال. برأيك هل هناك رسالة واضحة خاصة عند قولهم أن ما يحدث في صنعاء هو تصرف أحادي الجانب لا تعترف به روسيا؟ نعم، كان نائب وزير الخارجية الروسي لشؤون الشرق الأوسط في لقاء اليوم مع المخلافي واضح، ومثل الموقف الروسي الذي كانت الحكومة الشرعية تعلم، ولكن كان الرأي العام لا يعرف هذا الموقف الروسي الواضح المؤيد للشرعية. صدم بالانقلابيين بالتأكيد هذا الموقف الواضح والصريح بأن ما قام به الانقلابيون من إعلان لما يسمى بالمجلس السياسي غير دستوري وغير شرعي حسب بيان السفراء الدول 18 ومن ضمنهم روسيا موقع على هذا البيان.
يعني الامم المتحده وسفارات دول 18 وروسيا التي كان يؤمن عليها الانقلابيين كلها ترصد كل الخطوات التي قامت بها ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح. يعني كل الخطوات التي اتخذت بالانقلابيين يرفضها الشعب اليمني ويرفضها العالم اليوم، حتى روسيا التي كان يؤمل دائما عليها ويعلق امالهم عليها تقف اليوم في صف الشعب اليمني في صف خيارات الحكومه الشرعيه في استعاده مؤسسات الدوله وانهاء الانقلاب. بالتاكيد العالم كله لن يقبل بهذه التصرفات الغير دستوريه والغير قانونيه. تعلنون المجلس السياسي وانتم لا تسيطرون الا على 18% من اراضي الجمهوريه اليمنيه، تعلنون المجلس السياسي وانتم تغتصبون السلطه، تجتمعون البرلمان وانتم من حل البرلمان وحاصر اعضاء البرلمان ووقفتم العمل بالدستور، والان تطالب بشرعيه دستوريه وتريد ان تختار من الشرعيه شرعيه البرلمان ولا تعترفوا بشرعيه الرئيس وشرعيه الحكومه. هذا امر يثير السخريه عند الشعب اليمني ويثير السخريه ايضا عند العالم الذي بدا واضحا من مواقفه دعم الشرعيه في هذه الخطوات في مواجهه هذه التصرفات الغير قانونيه من هذه الميليشيا الانقلابيه. نعم. اذا شكرا جزيلا لك الاستاذ ياسر الحسني الصحفي برئاسه الجمهوريه، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عوده اليك دكتور احمد. دكتور احمد، يتحدث الاستاذ ياسر حول البيان بانه بيان سيساهم في دعم الشرعيه سياسيا وعسكريا، وان الشرعيه قدمت الكثير من التنازلات في سبيل الحل السياسي، ولكن الطرف الاخر هو من كان يعرقل مره بعد اخرى، وربما هذه البيانات التي توضح من هو المعرقل ستساند الشرعية في هذا الجانب في حال ما اتخذت الحل العسكري. وتحدث أيضا عن الموقف الروسي أنه يؤكد أن العالم كله في صف الشرعية. برأيك دكتور أحمد، هل يمكن أن يتغير موقف العالم من الحل السياسي ويجدون يعني أن فعلا لا ينفع مع هؤلاء إلا الحل العسكري ويقومون بدعم مثل هذا الحل؟ بداية أتفق مع كثير من النقاط التي طرحها الأستاذ ياسر الحسني. المجتمع الدولي أصيب حتى الآن بإرهاق من الأزمة اليمنية. المشكلة اليمنية بدأت تتداخل بشكل كبير وتقلق الإقليم بل والعالم بسبب الموقع الجيوسياسي الهام لليمن. اليمن دولة هامة جدا في المنطقة بحكم موقعها الاستراتيجي، ومن مصلحة العالم أن يكون هناك استقرار في هذا البلد. نعم. القرن الافريقي لا يتحمل صومال ويمن مضطربان حقيقة، ولذلك اعتقد ان المجتمع الدولي الان بدا يحاول توصيف علاج للمشكلة اليمنية. لكن برايي الشخصي انا ان الحل السياسي اذا لم يكون هناك ايضا وجود مضطرد وقوي للدولة اليمنية في الارض يشعر بها المواطن، ايضا انتشار للجيش اليمني بشكل أكثر دقة في اليمن وفاعل وبفاعلية أكبر، سوف لن نتقدم المسار بشكل كبير. لكن أعود للمسار السياسي، أنا أول كنت كثير على المسار السياسي، لكن نحن أمام مراهقين سياسة في لهذه في طرف الميليشيات. هؤلاء شباب أغلبهم لم يتعلموا ما معنى السياسة ولا يجيدوا فهم السياسة، يقودهم الآن ناس لا علم لهم بالعلاقات الدولية ولا بإدارة الدول وما إلى ذلك. وبدأ المجتمع الدولي يتفهم ذلك حقيقة، وبدأ يدعم شرعية الرئيس هادي والحكومة بشكل أفضل. ولو أننا نتمنى أن يكون هذا الدعم بشكل أكثر وضوحا، بحيث أنه لا يتعامل مع الطرف الحكومي والرئاسي كطرف وطرف الميليشيات كطرف ند لهذا الطرف. نحن أمام دولة ومتمردين. لكن هذا ما يحدث فعلا دكتور أحمد، هناك طرفان أمام المجتمع الدولي في مسألة أنهم لا يجدون، أن الطرف الآخر لا يجد فن السياسة وأنهم مجرد يعني شبان كما وصفتهم. ماذا عن صالح الذي يعد المعرقل الأكبر في هذه الناحية، وهو الذي يعني يعرف جيدا المواقف الدولية والملفات المتداخلة فيها أيضا؟ للأسف الشديد هو من يحرك المشهد في الداخل اليمني الآن في طرف الميليشيات، هو علي عبد الله صالح. علي عبد الله صالح يقول مكث في السلطة 33 سنة، وكما كان يقول أنه يرقص على رؤوس الثعابين. هذا الرجل الآن يمارس عملية انتقامية من الشعب اليمني، ولو تكلمت بدقة أكبر هو يمارس عملية انتقامية على الشعب اليمني منذ 2006 بعد أن أكدت أخبار حقيقة أن الرئيس الشرعي كان في ذلك الوقت هو الفائز بالانتخابات هو فيصل بن شملان. من ذلك الوقت وعلي عبد الله صالح
ياخذ البلد بعيدا عن مسارات التنمية، بعيدا عن النهوض وما إلى ذلك. الآن بعد إزاحته من السلطة يحاول قدر الإمكان إلحاق أكبر ضرر بأولئك الذين ثاروا عليه. هذا الآن كيف يحاصر مدينة تعز منذ سنة ونصف، يتعامل مع مدينة تعز وكأنها يعني مدينة تابعة لعدو وليست تابعة للجمهورية اليونانية. ورأينا كيف أوغل في تعذيب المدنيين في مناطق متعددة، وكيف استطاع أن يسلم جيش وأمن ومخابرات لميليشيات قادمة من كهوف مران في شكل بشع وبشكل حقيقة يندله الجبين. أعتقد أن غياب علي عبد الله صالح عن المشهد السياسي باتت ضرورة ملحة لإخراج اليمن من هذه الدوامة، من دوامة الصراعات التي دشنها هو اصلا في عام 78 عندما قدم للسلطه. هذا الرجل حقيقه ليس لديه اي نيه لحلول سلميه في البلد، هو يراهن على القوه منذ البدايه. وكنت قد حذرت في اكثر من لقاء بان اذا لم تكن هناك ضغوط دوليه حقيقيه باتجاه ازاحه الرئيس السابق علي صالح والرئيس المخلوع من المشهد السياسي، سيبقى اليمن في أتون صراعات، وسيبقى الصداع الذي يتسبب به اليمن للإقليم بشكل عميق حقيقة. نعم. لذلك لكن الدكتور، يعني مجلس الأمن قد أصدر يعني عقوبات واضحة بشأن صالح، وهناك يعني بالنص حديث عن طي صفحة صالح والبدء يعني، ولكن لا نجد موقف حازم لتطبيق مثل هذه العقوبات. إذا يعني نحن لا نستفيد عمليا من ما هو مكتوب أو من البيانات التي تصدر بهذا الشأن، لأنه لا يتبعها موقف جدي على الأرض. نعم حقيقة، مثلا عندما تتحدث الأمم المتحدة عن إزاحة صالح أو الطرف الدولي عن إزاحة صالح، ثم يتعاملوا معه كطرف ند للحكومة عبر ممثل المؤتمر الشعبي العام. يعني لماذا لا تضغط الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على المؤتمر الشعبي العام وتقول له بشكل واضح نحن لا نعترف بعلي عبد الله صالح قائدا للمؤتمر الشعبي العام في هذه المرحلة؟ هذه خطوة سياسية بسيطة يمكن أن تؤدي لإزاحة الرجل من المشهد، لكن لا أجد أي ضغوط حقيقية بهذا الاتجاه. فنحن أمام مؤتمر شعبي العام، مؤتمر الشعبي العام متعدد الرؤوس، والمجتمع الدولي يتعامل مع علي عبد الله صالح كقائد للمؤتمر الشعبي العام، رغم اننا نعلم ان هناك انشقاقات كبيره في هذا الحزب، وان خروجه من قياده حزب المؤتمر الشعبي العام هي في مصلحه جماهير المؤتمر ومصلحه السياسه اليمينيه بشكل عام. فليس من المنطق وليس من المعقول ان يحكم 33 سنه رجل قاد المؤتمر الشعبي العام، ثم اطاحت به ثوره، ثم تم تحصينه، ثم تمت اعاده انتاجه من جديد، ثم الآن يقدم نفسه قائدا سياسيا معارضا يعني للرئيس هادي. إذن أسألك أستاذ الدكتور أحمد عن لجنة العقوبات التي قامت بزيارة صنعاء، ويعني لم نجد أي حديث عنها بعد ذلك، عن هذه التناقضات الأممية، ولكن أسمع منك الإجابة بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى دكتور أحمد. دكتور أحمد، كنت سألتك قبل الفاصل عن لجنة العقوبات التي زارت صنعاء ولم نسمع عنها أي شيء بعد ذلك، لماذا هذا التوقف في الإجراءات الحقيقية لمثل هذه العقوبات، ولماذا هذا التناقض الأممي؟ بيانات واضحة وصريحة في تحديد المعرقل وفي العقوبات، ولكن لا جدية لمثل هذه العقوبات. ذلك أعتقد بسبب التناقضات الموجودة في أروقة المجتمع الدولي. هناك تناقضات كبيرة بين الدول التي تتعامل أو تتعاطى مع الملف اليمني، روسيا، الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا وما إلى ذلك من الدول الكبرى، وأيضا تتدخل كذلك بشكل كبير الآن الدول العربية وإيران في الملف اليمني. فهناك لم تتكون كما قلت في بداية الحديث خارطة طريق واضحة للمجتمع الدولي تجمع على تقديم حل واضح للمشكلة. قضية العقوبات دخلت فيها قضية التناقضات الدولية والاستقطابات. الطرف الروسي له رأي، الطرف الأمريكي له رأي، الطرف الأوروبي له رأي، وهكذا. وبالتالي
اعتقد ان هناك اجماع على خطوط عريضه ان علي عبد الله صالح يجب ان تكون عليه عقوبات، لكن الاختلاف فيما متى ستنفذ، كيف تنفذ هذه العقوبات، وهل هناك طرف دولي يقول ان التلويح بالعقوبات يعيق المسار السياسي، وهناك طرف اخر يقول بالعكس هو يخدم العمل السياسي وهكذا. نعم، من اي ناحيه اذا؟ اعتقد ان التلويح بالعقوبات بدون تنفيذ، نعم، هو اخرجها من مضمونها، لانه لو كان هناك حتى تنفيذ بشكل واضح بجدول او بخطوات مزمنه سوف تصبح الامور اكثر فاعليه، لكن وجهات النظر المتعدده جعلت من قضيه العقوبات قضيه سمجه الى حد ما، لكن اعتقد انها هي ما زالت موجوده، واعتقد ان المجتمع الدولي اعطى مساحات شاسعه وفترات زمنيه كبيره للحل السلمي، والتي ما زال يراهن على ايجاد حل سلمي. لذلك لا يقوم المجتمع الدولي الان بتفعيل بشكل واضح تفعيل قضيه العقوبات حرصا منه على ابقاء المسار السياسي، لكن ايضا لا اعتقد ان تلك المساحات التي اعطيت لعلي عبد الله صالح او للمسار السياسي الان ستبقى كما هي. المجتمع الدولي له صبر، له حدود، لصبره حدود اعتقد، وان هناك بقاء الأزمة اليمنية بهذا الشكل تنسف قضية السلام في الإقليم بشكل كامل وليست فقط في اليمن، وبدأ الآن المجتمع الدولي يتفهم ذلك، وأعتقد أن قضية العقوبات قد تعاد بتفعيل أو بآلية تكون أكثر إيلاما للذين استهدفتهم. نعم، إذن نشرك معنا في حوارنا هذا الأستاذ عبد السلام محمد رئيس مركز أبعاد للدراسات عبر الهاتف من الطائف. مساء الخير أستاذ عبد السلام. اهلا وسهلا، حياكم الله وشكرا كثيرا. اهلا بك استاذ عبد السلام. اصدرت الدول الـ18 بيانا واضحا بشان الانقلابيين وموقفها منهم، ما اهميه هذا البيان في هذا التوقيت برايك؟ الاشكاليه الذي نستطيع ان نقول انها يتصف بها المجتمع الدولي، اولا انه ليس لديه القدره على الضغط على الانقلابيين، ومهما كانت هذه البيانات ضد الانقلابين إلا أنها تعبر بشكل واضح القلق الذي يبديه المجتمع الدولي جراء انهيارات الانقلابين ليس إلا. أنا هذا وجهة نظري أن البيان هذا عمليا أراد تخدير التحالف وقوات الشرعية على الأقل في التوقف ولو مؤقتا في عملياتها، لكنه لم يجب على سؤالنا لماذا فشل في الضغط على الانقلابين حينما تم التفاوض معهم لأكثر من شهرين في الكويت وخرجت المشاورات بدون أي نتائج. باعتقادي أن المسألة فقط تخفيف الضغوط على الانقلابيين على الأرض وإعادة مسألة إعادة المسار السياسي. يعني أنت تجد أن هذا البيان يعني هو لصالح الانقلابيين بالتخفيف من الضغوط عليهم؟ هو في ظاهره أشبه بأب يضرب ابنه أمام شخص آخر وكأنه عصاه، لكن حقيقة الأمر هذا البيان وإن توجه بكلام قاسي للإنقلابيين باعتقادي هو جاء في توقيت محاولة تخدير الجبهات القتالية التي يتساقط فيها الحوثيين، أي بإتاحة الفرصة للعملية السياسية أو تشاورية قبل تحقيق أي نتائج على الأرض لأنها ستنعكس سلبا على الانقلابيين. هو يريد البقاء والحفاظ على، لو أرادوا فعلا أن المسار السياسي يستمر وفعلا أن هذه الضغوط ستكون لها تأثيرها ما كانوا مفكت مشاورات الكويت بدون نتائج تماما مطلقا. إذن أستاذ عبد السلام، إذن كيف تفسر الموقف الروسي والذي يعني يجده أنه مضى لدعم الشرعية وكان واضحا أيضا خاصة في لقاء وزير رئيس الوزراء بنائب وزير خارجية روسيا؟ كل الإقليم والمجتمع الدولي له رأيان، رأي ظاهر ورأي باطن، والرأي الظاهر دائما مبني على على الجانب الدستوري لديه والقوانين وتحالفاته على الأرض، والرأي الباطن هو كل المجتمع الدولي يتجه لدعم الطائفية والأقليات
على الديمقراطية في المنطقة العربية، حتى لأنه هناك صراع مصالح. بالنسبة للروس في اليمن عندما يقفون الآن ويؤكدون أن تصريحاتهم أو حضورهم في المجلس السياسي فهمت خطأ وأنهم على الشرعية، نعم، لأنهم يقاتلون في جبهة سوريا على أساس الحفاظ على شرعية بشار، وبالتالي إذا في الظاهر خالفوا هذا المبدأ الذي هم مؤمنين به ستكون عليهم انعكاسات هناك. لكن حقيقة الأمر هناك تواصل من قبل الروس في مع الانقلابيين، ولكن هل هناك دعم لوجستي، دعم عسكري، دعم عملياتي؟ لا أعتقد أن المسألة ستصل إلى هذا الحد. أنا أعتقد أن الروس يدعمون دعم معنوي وسياسي، وربما نوعا ما تترك لبعض الشركات في تصدير السلاح إلى الانقلابيين، لكن كتدخل عسكري لن تستطيع لا روسيا ولا إيران في اليمن خلال هذه الأيام أو الأيام القليلة القادمة على الأقل في اتخاذ موقف عسكري من أي تقدم للشرعية، ما لم يكن هناك بطء وجولات مفاوضات تضعف المقاومة. إذن هل إذن ابقى معنا أستاذ عبد السلام، أعود إليك بعد أن يعني أحدث الدكتور أحمد عن هذه النقطة بالذات. دكتور أحمد، يختلف الأستاذ عبد السلام عن يعني في رأيه حول هذا البيان بأنه مجرد بيان تخدير كما وصفه، تخدير للجبهات، ورغم التعبير الدائم عن القلق، ولكن هنا قلق بسبب انهيارات الانقلابيين في الأرض، وأنهم لو يعني لم يجب هذا البيان عن عدم لماذا فشل في الضغط مع الانقلابيين وخرجت المشاورات بدون أي نجاح أو بدون أي حلول، ما رأيك؟ حقيقة فشلت المفاوضات في الكويت لأن لا توجد أصلا ضغوط حقيقية على جانب الانقلابيين. الانقلابيين لم يجدوا ضغوط، بمعنى ضغوط حقيقية تجعلهم يقدموا تنازلات. المجتمع الدولي في تناوله للشأن اليمني بصراحة هو يرى له تصورات لحل الإشكالية في اليمن، كما أشاهد أنا منذ فترة أن له تصورات بحيث أن اليمن هناك مذاهب متعددة وهناك رؤية لهذا المجتمع الدولي بدعم إلى حد ما، لا أريد أن أقول تأجيج الصراعات المذهبية والطائفية، ولكن للأسف الشديد أنا كما أتابع في الصحافة الغربية أن يعني كأنه هناك تسمية معينة للإرهاب والزام أو وصف السنة بالتحديد بالإرهاب والشيعة غير ذلك، وهناك من يبحث عن مقاول لمقاتلة القاعدة ووجد في الحوثي ضالته، وهناك رؤى متعددة. يعني أنت تتفق مع الأستاذ عبد السلام في هذه النقطة أن هناك رأيان، رأي ظاهر ورأي باطن. الرأي الظاهر هو ما يحدث في البيانات وفي الموقف الروسي أمام الشرعية، ولكن الرأي الباطن هو داعم للانقلاب وللأقليات هناك. تعالي أضف نقطة أخرى هامة جدا. اليمن يتم التعامل مع اليمن منذ عقود فقط من خلال الملف الأمني. اليمن عرفت منذ فترة، علي عبد الله صالح قاد دولة فاشلة لمدة 33 سنة، لم يستطع هذا الرجل أن يؤمن اليمن أو يستطيع أن يبسط دولة على التراب الوطني بشكل كامل، فأصبحت اليمن في خرائط العالم دولة فيها فراغات أمنية وما إلى ذلك. لعب علي صالح بملف الإرهاب لعب خطير، وأصبح اليمن موصوف في دول كثيرة أنه بلد مقلق من الناحية الأمنية. نعم. يحاول الآن ميليشيات الحوثي وما إلى ذلك أنها تسوق نفسها على أنها هي الطرف القوي الذي سيحكم اليمن. نعم، ولكن في الحقيقة يعني من أثبت تصدي لهذا الملف هي الشرعية في المكلا وأبيان. هل يمكن أن تتغير موازين اللعبة إذن؟ نعم، ستتغير موازين اللعبة عندما تتقوى الدولة بقيادة الرئيس هادي على الأرض. ما الذي سيقويها على الأرض يعني؟ من هنا أحث الدولة الممثلة بفخامة الرئيس وبالحكومة على العودة إلى عدن، وبداية والمجتمع اليمني بشكل عام وبغالبية كبيرة أنا أعتقد أنه يؤيد الشرعية بشكل كبير، ولكن هناك ما زال الدولة لا تتواجد بشكل كبير على الأرض،
لو تواجدت الآن الدولة بشكل كبير على الأرض مع هذه الانتصارات العسكرية الكبيرة الآن، المجتمع الدولي مجتمع براغماتي. أنا أعيش في الغرب وأعرف هذا الغرب تماما، هو مجتمع براغماتي. بالأخير عندما يرى الدولة تتقوى على الأرض ويرى فخامة الرئيس يخاطب شعبه من عدن، سيتعامل مع الحقيقة كما هي، وسيعرف أن أكبر عملية لمكافحة الإرهاب في اليمن هي إقامة دولة حقيقية قوية مزدهرة في هذا البلد. نعم، إذا ابقى معنا دكتور أحمد عود للأستاذ عبد السلام. أستاذ عبد السلام، هل تعتقد أن الانتصارات الميدانية التي حققت أثمرت شيئا على المشهد السياسي، من بينها بيان الدول 18؟ طبعا الانتصارات على الأرض هي بدأت أو تضغط باتجاه مراجعة كثير من المواقف، لأننا رأينا بعد تجميد العمليات العسكرية كيف استفاد الانقلابيون من الهدنة، وتم فتح معسكرات جديدة والحصول على سلاح نوعي، أدى ذلك إلى اشتعال جبهات الحدود وإرسال الصواريخ إلى المملكة العربية السعودية، وأيضا إلى عناد واضح جدا في الجانب السياسي، وهو عدم التوقيع على أي بند من البنود التي وضعتها الأمم المتحدة كمخرج. هذا الأمر سينعكس إيجابا على الجانب السياسي وستبدأ المراجعة، لكن قبل هذا يفترض أن يتم ما حصل على الأرض أن لا يكون انتصار جزئي بل انتصار استراتيجي، أي بمعنى أن لا يتم الاستفادة من الانتصارات والحصول على بعض التباب والأرض في نهم أو في تعز دون تحقيق انتصار استراتيجي، وهو السيطرة الكاملة مثلا على محافظة تعز مع تأمين محيط باب المندب والمخا، والسيطرة أيضا على منطقة نهم، والسيطرة النارية على الأقل على مطار صنعاء من خلال السيطرة العسكرية على أرحب. هذا بدون هذا الانتصار لن تغني أي جولة مفاوضات قادمة. إذا شكرا جزيلا لك أستاذ عبد السلام محمد، رئيس مركز أبعاد للدراسات، كنت معنا عبر الهاتف من الطائف. وينضم إلينا أيضا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي سليمان العقيلي من الرياض. مساء الخير أستاذ سليمان. أهلا، مساء النور، أحييك وأحيي ضيوفك ومشاهديكم الكرام. أهلا بك أستاذ سليمان. أستاذ سليمان، يعني كان معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد السلام محمد، ويجد أن هذا البيان ما هو إلا يعني كما وصفه يعني ورقة تخدير فقط للجبهات التي تحقق انتصارات، وهي هناك قلق حول انهيارات الانقلابيين، وأن هذا البيان لديه أو المواقف الدولية بشكل عام لديها موقفان، ظاهر وباطن. الظاهر هو ما يحدث في البيانات الورقية، ولكن في الباطن هناك دعم خفي للانقلابيين بدليل عدم الضغط عليهم لإنجاح الحل السياسي. كيف تقرأ أنت هذا البيان؟ نعم، بصرف النظر عن الأجندة الخفية للقوى الكبرى، ينبغي علينا أن نرحب وأن نستثمر البيانات السياسية أو المواقف السياسية التي تعبر عنها هذه القوى الكبرى الفاعلة في المجتمع الدولي، وينبغي أن لا نقلص منها وأن نتبع منهج جلد الذات، لأن هذا في الواقع لا يفيدنا في شيء. أي شيء إيجابي ينبغي استثماره، أنا من وجهة نظري، استثمارا سياسيا، سواء كان الأمر تعلق الأمر بالمنجز العسكري في الميدان أو بالمنجز السياسي. وما أشرت له أختي الكريمة من الأجندة الخفية، حل نحن نلمسها يعني وواضحة للعيان، لم تعد في الواقع خفية ولم تعد سرية. فالمواقف الأمريكية واضحة، ولكن أيضا أنا أعتقد أن المواقف الروسية أفضل، لأنها حتى وأن أرسلت رسائل متناقضة فإنها أكثر وضوحا وأكثر صدقية من المواقف الأمريكية التي تظهر لنا أنها صديقة وأنها معنا قلبا وقالبا، وهي في الواقع تحفر لنا الحفر. وأنا أعتقد أنه من الضروري جدا دعم الموقف السياسي والعسكري
للحكومة الشرعية ولحلفائها العرب وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية. ومن الضروري أيضا الثناء على الموقف المتجلد والصبور والقوي والمثابر لهذه الحكومة ولحلفائها الذين يعني واجهوا الضغوطات الدولية والألاعيب الدولية والمناورات التي نراها رأي العين سواء كانت فيما بين السطور أو مباشرة وليس مداورة. وأنا أعتقد أنه الأداء عفوا أستاذ سليمان، ولكن يعني هناك استمرار للبيانات الدولية بإعلان موقفه وبإعلان أن الطرف الآخر هو من يقوم بهذه العراقيل وبأن التخوفات من هذه العراقيل وبالعودة إلى الحلول السياسية، ولكن بالمقابل نجد هناك إعلان ما يسمى بالمجلس السياسي للتحالف الانقلابي، وهناك يعني لا مبالاة بهذه المواقف الدولية، بدليل يعني أن هذا المجلس السياسي يعلن عن تشكيل لجنة عسكرية وأمنية. كيف تقرأ هذا التصعيد من قبل الطرف الآخر؟ أنا أعتقد أنه هذا التصعيد من صالح القضية اليمنية العادلة، من صالح الحكومة الشرعية، ومن صالح الشعب اليمني، ومن صالح التحالف دعم الشرعية، لأنه في الواقع هو هذا التصعيد يعطي في الواقع الذريعة أو يعطي السند أو يعطي الدعم للحكومة الشرعية ولحلفائها في مواجهة أي ضغط أو أي إغراء أو أي يعني محاولة لإيقاف هذه العملية العسكرية الناجحة حتى الآن. وأنا في الواقع لا أرى أن هذا التصعيد له قيمة، هو تصعيد سياسي فقط. وأما في الميدان فالانقلابيون يخسرون يوما بعد يوم، يخسرون الأراضي ويخسرون المواقع وتتقلص المساحة التي بيدهم. أما المظاهرات والقرارات فهي لا تنفع شيء، ولم تنفع في السابق القضية الفلسطينية. وأعتقد أنه ينبغي أن لا يخيف الحكومة الشرعية ولا أصدقائها وحلفائها والجمهور الشعب اليمني مثل هذا العبث الذي في الواقع يسيء لأصحابه، وهو يعطي دعم جديد لعدالة القضية اليمنية، عدالة الموقف اليمني، موقف الحكومة الشرعية. وأنا أعتقد أنهم هؤلاء الانقلابيون هم أعداء أنفسهم، لأنهم يقدمون الذرائع يوما كل بعد آخر، ويقدمون البراهين، ويقدمون الوسائل التي تحمي موقف الحكومة الشرعية الصابر والمصار والمتابع. إذن شكرا جزيلا لك سليمان العقيلي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة أخيرة لك دكتور أحمد في دقيقة، أنت كرمت، هل نستطيع القول أن التباعد السياسي بين الانقلابيين وبعض القوى الدولية ربما سيفضي إلى نتائج واضحة؟ أعتقد أن بشكل عام نعم ستكون هناك نتائج واضحة، وأن المسار بشكل برمته يخدم الآن القضية اليمنية، وهي قضية شعب ثار على ديكتاتور في عام 2011، وهي القضية الرئيسية. ويجب أن نعود للقضية الرئيسية بأنها قضية شعب يتحرر من حكم فاسد دام 33 سنة. هذه هي قضيتنا الكبرى في اليمن أصلا، ويجب أن لا تخرج من هذا السياق. ليست قضية حوار سياسي بين ندين، نحن لسنا كشمير هنا قضية كشمير أو قضية، نحن قضيتنا قضية تحرر وطني من حكم فاسد متخلف جثم على صدور الشعب اليمني 33 عام. الآن على الأرض الأمور تمشي بشكل جيد لصالح الثورة، لصالح الشرعية، وأيضا المسار السياسي يتجه الآن أيضا لصالح الشرعية بشكل عام. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور أحمد الدبعي الأكاديمي بجامعة أدنبرا نابير، كنت معنا عبر سكايب من اسكتلندا. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.